نعم كتاب الصيام انتهى الآن من الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. الركن الأول التوحيد، الركن الثاني الصلاة، الركن الثالث الزكاة. قد انتهينا من هذين الركنين الصلاة والزكاة، وأما الركن الأول فهذا في كتب التوحيد في كتب العقائد ما هو في كتب الفقه، الذي في كتب الفقه يبدأ من الصلاة ومقدماتها من الطهارة والمياه، هذا كتب الفقه. أما الركن الأول وهو التوحيد فهذا في كتب العقائد. وصلنا الآن إلى الركن الثالث إلى الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بعد الهجرة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض وما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى من شهد منكم الشهر فليصمه، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا بد من الصيام أداء أو قضاء، أداء للصحيح المقيم وقضاء على المسافر أو على المريض أو على الحائض والنفساء أيضا أو لا يفطرون. فالصيام يجب أداء على الحاضر الصحيح، ويجب قضاء على المسافر والمريض ومن في حكمه من الحائض والنفساء والحامل والمرضع إذا أفطروا لعذر. ولا يجب أداء ولا قضاء على الكبير الهرم أو المريض مرضا مزمنا، فهذا لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء، وإنما تجب عليه الفدية وهي إطعام المسكين عن كل يوم. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون يطفو عليه من الطوق أو المسكة. وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم ولا يستطيعونه، وهم الكبير الهرم والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى معه الشفاء ولا يستطيع معه الصيام. فهذا يقدم الفدية وهي إطعام المسكين عن كل يوم، ففدية طعام المسكين. وفي قراءة ففدية طعام مساكين. الحاصل أن هذه أقسام الناس نحو الصيام. إذن فصيام رمضان لا بد منه على المسلم، إما أداء وإما قضاء وإما فدية، لأنه ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام. في حديث جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان فحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. من جحد وجوب الصيام فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام، فإن تاب واعترف بفرضية الصيام
وإلا فإنه يقتل مغتدا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. أما إن كان يعترف بوجوب الصيام ولكنه أفطر متعمدا بغير عذر فهذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليه ويجب على ولي الأمر أن يعذره ويلزمه أن يعذره ويلزمه بالصيام. نعم. وإن أتاب تاب الله عليه. نعم. اكتساب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك. صيام في اللغة هو الإمساك. قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى فعل كل جمع. ما معنى خيل صيام؟ يعني واقفة ممسكة عن المسجد. ولا الخيل ما هي بتصوم رمضان ولا غيره، لكن معنى الصيام يعني ممسكة عن المسجد. فالصيام في اللغة يطلق على الإمساك عن المسجد أو عن الكلام كما ذكر الله عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. فالإمساك عن الكلام هذا يسمى قياما في اللغة، يسمى قياما في اللغة. أما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. متى يجب صوم رمضان على المسلمين؟ يجب في أحد أمرين. الأمر الأول إلى رؤية الهلال، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فيجب صوم رمضان برؤية الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الله جعل الهلال علامة على دخول شهر وعلامة على نهايته أيضا. فإذا لم يروا الهلال لغير أو قصر ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يصبحون مفطرين ويكملون شعبان ثلاثين يوما. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، يعني لم تروا الهلال بسبب الغيم أو القصر، فاقدروا له. اقدروا له يعني أكملوا شعبان، كما في الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فهذا اليوم الذي هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال فهو يوم الشهر ولا يجوز صومه، بل يصبحون مفطرين. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا الشيء الأول وهو رؤية الهلال، رؤية الهلال. والشيء الثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، فلا يصام إلا بأحد الأمرين. أما الذين يقولون يصام بالكتاب الفلكي ولا اعتماد على الرؤية ولا على إكمال شعبان، فهؤلاء مخالفون للكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ومخالفون للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يعلق صيامنا بالكتاب الفلكي، ولأن الكتاب الفلكي عمل بشري يخطئ ويصيب،
ولأن الحساب الفلكي لا يتوفر عند كل المسلمين. يعني هناك بادية وهناك حاضرة وهناك أهل قرى وهناك لا يتوفر الحساب الفلكي لكل أحد. والله جل وعلا جعل علامة بارزة يراها الحضري ويراها البدوي ويراها المتعلم ويراها غير المتعلم، وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوم. هذا علامة واضحة كل يعرفها. أما الحساب فهو أمر غامض، ولذلك لم يعلق الله به حكما شرعيا. فهؤلاء الذين يجندلون الآن ويعقدون مؤتمرات لأجل أن الناس يصومون على الكتاب، هؤلاء يخالفون ما شرعه الله ورسوله، ولا عبرة بقولهم ولا بجعجعتهم. من حججهم يقولون هذا يؤدي إلى اختلاف المسلمين، كونهم يصومون جميع ويصومون جميع هذا يؤدي إلى وحدة المسلمين. نقول ما زال المسلمون يصومون في الأقاليم، وتختلف المطالع وكل يصوم برؤيته، ولا حصل اختلاف بين المسلمين ولله الحمد. وأيضا لماذا يعني تركزون على الهلال يقول الرصد والمسلمين، ولا تركزون على تحسين الشريعة؟ تحسين الشريعة الآن قل من يحكمها، ومع هذا تسكتون عن الذي يحكمون القوانين، وهذا هو اللي فرق المسلمين وحسس شملهم وسلط عليهم أعداءهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فلماذا تغضون الصرف عن إلغاء الشريعة وتحكيم القوانين وتقولون لا وحد والهلال فقط؟ ولماذا تغضون الصرف عن عبادة القبور والأضرحة التي تعد فيها بلاد المسلمين بالشرك الأكبر، ولا توحدون المسلمين على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة؟ لو كان هؤلاء يريدون الإصلاح ويريدون جمع كلمة المسلمين لعملوا على إصلاح العقيدة وحاربوا الشرك، وعملوا على تحكيم الشريعة وحاربوا القوانين الوضعية، إذا كانوا جادين في توحيد المسلمين. أما الهلال فهو ما يوجد تفرق ولله الحمد، ما زال المسلمون يصومون اختلاف المطالع واختلاف الأقاليم، وكل يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، ولا حصل في ذلك فرقة غير المسلمين. نعم يكفي هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلفت عبارات العلماء في بيان الفقير والمسكين، وما هو الضابط الصحيح لمعرفة ذلك وخاصة في هذا العصر؟ وما المقصود بالكفاية؟ هل هي الكفاية ليوم أو لسنة؟ لا، أما الشق الأول من السؤال هي قوله اختلفت عبارات العلماء بتحديد الفقير، هذا غير صحيح. أن تختلف عبارات الفقير هو من لا يجد شيء أو يجد شيئا يسيرا، وأما المسكين فهو من يجد نصف الكفاية أو أغلبها. وأما الشق الثاني من السؤال وهو ما هو المقدار الذي يدفع للفقير والمسكين، فيدفع له ما يكفيه لسنة، يدفع له ما يكفيه ويكفي أولاده لمدة سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى عبدا من الزكاة في اعتقه، فهل يكون له الولاء؟ وهل يجوز أن يعطي عبده المكافأة من الزكاة لكي يعتق؟ نعم، يجوز الأمر، يجوز أن يشتري من الزكاة عبدا ليعتقه أو لمتعانه وفي العقاب،
ويجوز أن يعطي مكاسبه ما يعينه على تسديد دينه، قوله تعالى: وكاسبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم بمال الله الذي آتاكم. يجوز الأمران. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، دفع دية لأولياء مقصود حتى لا يستوفى القصاص، هل يجوز ذلك من الزكاة؟ لا، ما يجوز من الزكاة، ما يجوز من الزكاة، لأن الدية على دية الخطأ وشبه العمد على العاقل، ما هي على القاتل، على العاقل، أما الدية عاقلة في القاتل، وأما دية العمد إذا عفوا عنها فهذا يتحملها القاتل، لا يتحملها العاقل. لا تحمل العاقلة الخلف، فإذا تحملها وهو ما عنده تسديد لها فنعم يعطى من الزكاة، لأنه غارم، غارم لنفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل أكون آثما إذا امتنعت عن أخذ الزكاة والصدقة وأنا محتاج وأولادي في حاجة، مع العلم أننا إنما نجد ما نأكل فقط؟ إذا كنتم تجدون ما تأكلون وليس عندكم مسكن ولا عندكم كسوة فتحل لكم الزكاة، إن الكفاية تشمل القوت وتشمل المسكن وتشمل الكسوة، تأخذون من الزكاة ولا يكفي إنكم عندكم قوت. نعم. أقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل كل من يرث تجب النفقة عليه؟ كل من يرث أو يورث، كل من يورث أو من يرث، كل من يرثه الدافع، كل من يرثه الدافع لو مات لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه تجب نفقته عليه في هذه الحالة فلا يتوقاها بالزكاة، توقع النفقة عليه بالزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل يجب على ابن السبيل الغني أن يعيد ما أخذه من صدقة بعد رجوعه إلى بلده؟ نعم، يقولون المجاهد وابن السبيل والغارم لأحلاف الدين كلهم يردون، وكذلك الغارم لنفسه إذا سدد الدين كلهم يردون ما يتضمن، لأنهم لم يأخذوا هذا تمليكا وإنما أخذوه لدفع لتسديد الغرامة فقط، أخذوه تمليك فيردون ما فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، والدي شيخ كبير فيعجز عن تنظيف نفسه، فهل يجوز لي أن أقوم بتنظيفه وغسله وحلق عانته؟ لا، جزاك الله خيرا، ولكن تجعل ستارة على عورته تلك اليد، يكون على عورته على يد أيضا يكون عليها كيس أو مجاسيس لينة، تعمل ما يصلح عورة والدك من سنجة ومن إزالة أذى ومن حلق عانة، وإذا اضطريت إلى أن حلق العانة لا يمكن إلا مع الرؤية تستر الذكر تحلق العانة. نعم. قل فضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ هذا ورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقال. نعم. قل فضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل تدفع الزكاة للقرع غير الوارث؟ نعم، إذا كان من ذوي الأرحام، إذا كان من ذوي الأرحام غير الوارث، أرى أنتم ما تصوروا الموضوع، غير الموروث، غير الموروث الذي يرثه أهل الزكاة، لا، ما تحل، لا تحل دفع الزكاة لفروعه، لا أولاد أبنائه ولا أولاد بناته، لأنه لو ماتوا هو بن بنته ورثه، لأنه جده، لأنه جده. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله،
من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين. نعم. من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين فهل تتبع له الزكاة؟ من أيه؟ من يملك بيتا يملك. نعم. من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين فهل تتبع له الزكاة؟ أي نعم، لأن البيت يحتاج للسكنة والسيارة يحتاجها للاستعمال، فلا يجبر على بيع السيارة وبيع البيت يبقى بدون زكاة وبدون مرفوع، يعطى من الزكاة ما يسدد به الدين. هذه حاجات ضرورية يستغني عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المكاتب، لكن لو كان له ظفر أو كان له ظفر لا يليق إلا بالملوك أو بالأغنياء وهو عليه ديون، قال له لا أنا ما هم ما يصلح لك السكن، هذا فوق حاجة، تبيعه تشتري سكن يليق بك يسدد الدين، أو عنده سيارة فخمة من مراكز الملوك تساوي مئات الآلاف، فهذه ما هي من مراكز التقليد، تبيعها وتسدد منها الدين وتشتري سيارة تليق بك تليق بالبقرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟ نعم. من أراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟ أي نعم، يساعد المتزوج إذا لم يستطع الزواج إلا بالإعانة يعاد من الزكاة، لأن هذا لأنه فقير، والزواج ضروري من الضروريات، الزواج من الضروريات، فيعطى ما يعينه على الزواج بإعتافه. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة لمساعدته على الزواج؟ لا، الوالد ما يعطي ولده من الزكاة لا للمساعدة على الزواج ولا غيره، لا، وإنما إذا كان الابن فقيرا لا يستطيع الزواج والأب غني، يجب على الأب أنه يزوجه، يجب على الأب أنه يزوجه، أما إذا كان الإبن يستطيع الزواج يزوجه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو حفظكم الله أن تبينوا لنا الترتيب الصحيح لأشراط الساعة الكبرى، وهل وقع أشراط الساعة الصغرى كلها؟ الله أعلم، وقع كثير منها الكبرى مثل خروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، مثل خروج الدابة، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الشمس من مغربها، هذه علامات الكبار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يجوز الأخذ من الزكاة للعمرة وحج النافلة؟ نعم، حج النافلة وعمرة النافلة لا يؤخذ لها من الزكاة، إنما هذا للفريضة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أخذ راتبي الشهري أضعه في البيت، وهو الآن قدره 20,000 ريال، وفي نيتي جمع هذا المبلغ أن أكون به زواجي وأشتري به كل ما أحتاجه للزواج، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما مقدار ذلك؟ وهل علي إثم إذا لم أزكي هذا المبلغ وأنا جاهل بالحكم؟ لا بد من الزكاة إذا كان عندك مبلغ يبلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء تريد للزواج أو للبناء تبني بيت أو تسريب السيارة أو غير ذلك، المهم إذا كان عندك نصاب من النقود فأكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، ربع العشر 2.5%، والسنين اللي مضت وانت ما زكيت تحسبها وتزكيها، تزكيها عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعطى المسافر من الزكاة إذا انقطع به السفر وكان سفره سفر معصية؟ إن تاب، يقولون إن تاب، يقولون إذا تاب يعطى، أما إذا ما تاب من سفر معصية فإنه لا يعطى لأنه لا يعان على المعصية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد حتى يصبح غنيا وفي الناس من هو مثله محتاج؟ لا يعطى شيء يخليه غني، يعطى شيء كفاية وبس، ما
قدر كفايته لسنة، يعطى قدر كفايته لسنة، ولا يعطى ليجعل له أرصدة البنك له رصيد له أموال، قد كفايته لسنة فقط، وما زاد يعطى لفقير الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعرف أناسا يدفعون صدقة تطوع شهريا للأيتام، والسؤال حفظكم الله هو أنهم يحسبون بعض الأشهر من زكاة أموالهم، فهل هذا يجوز؟ إذا كان الأيتام فقراء ما لهم أموال خلفها لهم والدهم فهم فقراء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة لهم فقراء. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لديه عقارات تساوي ملايين الريالات يقوم بتأجيرها أجارا سنويا، فهل الزكاة على قيمة العقارات والأجار أم أنها على الأجار فقط؟ إذا كان ينويها للتأجير والاستثمار الزكاة في أجار في أجارها وليس في أصلها زكاة، إنما تكون الزكاة في أصلها إذا نواها للبيع، إذا عرضها للبيع تجب الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زكاة الفطر تدفع لأهل الزكاة الثمانية أم تدفع فقط للفقراء والمساكين؟ تدفع لأهل المصارف الثمانية، وإذا خصها للفقراء فلا بأس، بل إن بعض العلماء يقول إنها خاصة للفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعد أن صدرت بعض الفتاوى في التكفيرات، وأن عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشباب القائل بهذا؟ الواجب على الجاهل أن لا يتكلم، يخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال الله تعالى: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز للجاهل ان يتكلم بمسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضا الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض ولاة الأمور، الوقيعة في أعراض العلماء، هذه أشد أنواع الغيبة الله العظيم، فهذا أمر لا يجوز. ومسألة الأحداث، هذه الأحداث وأمثالها، هذه يسيئون أهل الحل والعقل، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها، ومن كان العلماء يبينون حكمها الشرعي، اما عامه الناس واما العوام واما الطلبه المبتدئون فليس هذا من شغلهم. قال الله جل وعلا: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فالواجب امساك اللسان عن القول في هذه المسائل، لا سيما التكفير، لا سيما الولاء والبراء، الانسان جاهل بتصريحه، قد يطبقه خطا يحكم على الناس للضلال والكفر وهو مخطئ، يرجع حكمه عليه، لان الانسان اذا قال لاخيه يا كافر او يا فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله. أمر خطير جدا، وعلى أن يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه، إلا إن كان ممن وصل إليه الأمر وهو من أهل الشأن ومن ولاة الأمور أو من العلماء، هذا لا بد يبحث في هذا الأمر ويشوف الحل. أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار الطلبة فليس له الحق، لأنه يعني يصدر الأحكام حكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك، هذا كله تراه يرجع إليه
ما يضر المتكلم فيه وإنما يرجع إليه المسكين على المسلم أنه يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه. الدعاء للمسلمين هذا أمر واجب، إن تدعو للمسلمين بالنصر وتدعو على الكفار بالعقوبة هذا من حقك، أما إن تحكم تتناول الأحكام الشرعية وتخطي وتصوب تتكلم في أعراض ولاة الأمور في أعراض العلماء تحكم عليهم بالكفر أو بالضلال هذا خطر عظيم عليك أنت المتكلم، وأما هم لا يضرهم كلام كثير. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.